والتمر شيء يقول الله يستر عليك. الله يستر عليك. سيدي سيدي افتح لي باب. مع نفسك يا اخي. لا تفتح لي باب، افتح لي باب ماما. نزل. عندك اثنين رجلين يا ماما. انزل. انزل. الباب الورد. ورد بنت. وبعدين ورد اختي انت رجال انزل يلا معك اثنين رجلين. يلا. افتح لي الباب. بحر انت ما تبغى تنزل صح؟ رجعك البيت؟ ها؟ ايه رجعني البيت. والله؟ ايه. خلاص يا عيال روحوا انا بغسل البيت روحوا. لا 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 لا. يا بنت يا بخسيب نازل نازل. شفت كذا بس العائلة هذه الزفت. صباح الزفت. ودني بيت والله لا وديك. والله لا وديك. وزني نصيحة بحر. خلاص خلاص سكر سكر. اه يا بحر. سكر. حلف علينا بحر لنا افتح لها الباب فتحنا لها الباب شوف وين واقف هناك شوف ينتظر اليوم انا راح اغطي لكم مجمع العباد التعليمي ثلاث مراحل ابتدائي ومتوسطه وثانوي اللي من الطائف وحاب انه ينقل عياله لهالمجمع انا راح نشوف ايش عندهم بسم الله ممتاز يا بحر السلام عليكم يعطيكم العافيه كيف حالك استاذ محمد طيب ما شاء الله تبارك الرحمه الله يعطيك العافيه كيف حالك احنا طال عمرك صورت برا اني ابغى اعطي المتابعين فكره عن مجمع العبادي وش يميز مجمع العبادي عن غيره الواحد اللي يبغى يسجل عياله ويجي لهالمجمع وش عنده شيء يميزك عن غيرك وش حياك الله ابو حسن الله يسلم دربك متابعينك جميع طلابنا اولياء امورهم اسبوع نعمل تهيئه للطالب للدخول للمرحله الدراسيه في الصف الاول الابتدائي فنتشرف بتواجدكم في اسبوع نشوف ايش الفعاليات اللي يسوونها الاسبوع التمهيدي وراح ان شاء الله نطلعكم بالتفاصيل وبادق التفاصيل وش يقدمون مجمع العبادي وش يميزهم والله استاذ محمد مسوي فعاليات النفس اصلا ما شاء الله تبارك الله اللهم امين اللهم يلا 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 بسم الله يلا يلا عادي يلا بسم الله توكلنا على الله لون الشمس ايش اصفر يلا حط لون اصفر هنا ايش اخترت اللون هذا ازرق يلا يكمل اللون الازرق يلا زميلك هنا هنا ايش اخترت اجلس رح رح افطر خلاص خلاص تعال 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 النهار اذا تجلى مجموعه ابو بكر الصديق يا محمد لو نظرنا الى النون هنا يا محمد ايش الحركه اللي موجوده على النون فوق هنا ايش الحركه اللي فوقها عليها ايش سكون ولا فتحة ولا شدة ولا إيش؟ أن شدة وفتحة هذه النون المشددة يا شباب مين يقدر يقول لي ما حكم هذه النون المشددة؟ بستمع لمجموعة عمر بن الخطاب تفضل يا عبد الله أحسنت الغنة الغنة هنا تغنى بمقدار كم حركة؟ يعني لما نيجي نقرأ الكلمة نقول إيش؟ والنهار إذا تجلى والنهار على المرحلة الأخرى هذه المرحلة الثانوية واحنا
في المرحله الابتدائيه، وهذه باتجاهنا عندنا هنا المرحله المتوسطة. لقاط لاق تام بالاكسس دور، استخدمنا التقنيه في المراحل. طبعا لا يستطيع الانتقال من مرحله لمرحله الا المعلم او الاداري او مشرف الدور بهذه الطريقه. معزول مبناها عزل تام، دورات مياه عزكم الله. كل الدور طبعا احنا متغطى، وحتوضح مغطى المدرسه عندنا بتغطيه تقنيه كامله، وكل مرحله معزوله بدورات مياه بمعاملها بمرافقاتها بمرافقها بالملاعب الرياضيه والافنيه والمعامل. زي ما مريت في الفصول وسالتني قبل شوي بحشر عن سر الكاميرات الموجوده في الصف في الفصل، في كاميرات على الطلاب وكاميرات على السبوره، وفي كافه مرافق البيئه المدرسيه وكافه الافنيه والممرات عندنا في المدارس. احنا عندنا غرفه اسمها غرفه التحكم والاي تي، يديرها اخصائيين ومهندسين فنيين مختصين في نقل احداث اليوم الدراسي عبر اثير الهواء مباشره من داخل الغرفه وفق نظام رقابه عالي جدا. لا سمح الله في حال وجود اي طارئ او حادث لا سمح الله يتم رصد هذه المخالفات. عندنا المرحله الابتدائيه، المرحله المتوسطه، المرحله الثانويه، دور المعامل بسم الله ما شاء الله. هذا معمل الحاسب الآلي. طبعا هذا معمل الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية، وكل مرحلة معمل مستقل خاص فيه. يا سلام. احنا بنتكلم عن دور مستقل للمعامل. احنا عندنا فصل في الموهبة، عندنا فصول المسار المصري، فصول التربية الخاصة، عندنا المعامل المختلفة مسمياتها، معامل العلم والأنشطة اللاصفية الموجودة. هذا معمل مستقل لطلاب المرحلة الثانوية، وبالأخص مسار الهندسة والعلوم الحاسب في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيكم العافيه. اي والله في الفصل لا يزيد عن 16 طالب، لكن فصول المرحله الثانويه تتراوح اعدادها ما بين 24 الى 30 طالب، بحيث انه نظام المسارات مطبق حديثا في المملكه العربيه السعوديه، يدعم في المملكه العربيه السعوديه 2030 دعم وزاره التعليم، يشترط وجود 30 طالب لفتح شعبه نظام المسارات في المرحله الثانويه. احنا بنتحدث عن نقطة بسيطة، انه جميع الخدمات التربوية والتعليمية اللي تقدم في المدرسة تقدم بأسلوب وطريقة مميزة من خلال كادر تعليمي مؤهل ومدرب وممهر لتقديم أحدث الأساليب التربوية والتعليمية لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب. طبعا جميع المعلمين معلمين متميزين، الكفاء يشرف عليهم وحدة إشراف تربوي مقيم في المدارس، يدعمون ويتابعون ويقيمون التعليمية الموجودة في المدارس. ومن خلال هذه من خلال عملية التقييم يشرف على عملية التعلم في المدرسة ثلاث وحدات رئيسية: إدارة الإشراف التربوي، ووحدة التدريب التربوي، ووحدة القياس والتقويم. إدارة الإشراف التربوي تتنفذ زيارات تربوية للمعلمين، يتم من خلالها متابعة أداء المعلمين ومستوى التحصيل للطلاب، ومن خلال جوانب التربوية والاحتياجات التدريبية اللي يحتاجها المعلمين تشرف عليها وحدة التدريب في تنفيذ البرامج التدريبية والنمو المهني والتطوير المهني. ومن خلال ذلك يتم إجراء اختبارات تشخيصية عن طريق وحدة القياس والتقويم باستمرار للطلاب لقياس مستوى التحصيل الدراسي والتحصيل العلمي لدى الطلاب، ومن خلاله يتم العمل على الخطط العلاجية للطلاب المتأخرين دراسيا والخطط الإثرائية للطلاب المتفوقين دراسيا، وأيضا الطلاب ذوي المستوى المتوسط يتم معالجة تأخرهم أو تفوقهم الدراسي. ما شاء الله تبارك الرحمن. جماعة خير اللي قاعدين يقومون به مجمع العبادي في خدمة طلابهم وصال المعلومات وحرصهم الشديد، صراحة شيء يبيض الوجه عنه أولياء الأمور اللي موجودين كانوا معي في الصباح. سألت أكثر من واحد، بعضهم مسجل من سنة وبعضهم من قبل، عيال ما شاء الله وأثنوا ويشكرون. الشيء اللي أنا شفته صراحة أنه يبيض الوجه، يبيض الوجه ويجمع. أنا راح أدخل معهم الآن. جماعة خير، اجتهدت وتوفيق من الله، والعرض اللي أنا جبته خاص في متابعين أبو حشر يبدأ من اليوم، ما سبق له عرض في مجمع العباد، يعني خاص فيكم ولا قد صار بهالنسبة وهالعرض. خلنا نسمع من سبق سد الشواغر أو التوقيت، هيكون عرض خاص لمتابعين أبو حشر للثلاث المراحل: ابتدائي، متوسط، ثانوي، تعليم عام.